ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وقيامنا، واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل من إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين، واجعل هذه الأموال شاهدة لهم لا عليهم. اللهم ارفع بها الدرجات وكفر بها السيئات. اللهم اجعلها موجبة لهم الجنة وحجابا لهم من النار. اللهم ارزقهم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في عيالهم، وبارك لهم في بيوتهم. اللهم يا ربنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أولادنا وفي زوجاتنا، واجعلنا وإخواننا وأخواتنا خير سفراء الإسلام في هذه البلاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.